يسأل على جداده تحل بعيدك الهوسات خبرت رفرف الراية الله يساعد الشمات ويا عناك يا قائد على القادة صورتك بالبيت كبرناها كل ما نطيح بشدة نتنخاها علي مولا علي هاي الولاية يخسر العاداها بس لك الله المكان انطاها علي مولا علي سدنا الشوارع مني الافراح طشنا على بابك ورد قداح طلعت شيعتك كلها من البيوت طاح اللي يبغضك واللي يحب ما طاح طاح اللي يبغضك واللي يحب ما طاح فرحانين بايعناك لا عيفنا لا عبناك ما ردنا لموالاك عرس مو عيد احبابك مسوينا عرس مو عيد احبابك مسوينا غيرك ماني لو نبهم قصمنا لك وفوق الدام شمس الدين والاسلام صدق عميان وبنورك انت اللي انا عرس مو عيد احبابك مسوينا عرس مو عيد احبابك السلام عليك يا باب الله السلام عليك يا عين الله السلام على قاطع البرهان وإمام الإنس والجان السلام على الشيبة المباركة وعلى صاحب الفتوة المنقذة السلام على مرجعنا وحبيبنا السيد علي السيستاني حفظه الله وسلام من الله على شهداءنا الأبرار والغيارة والأحرار وممن واجهوا النار بالنار سلام من الله على القلوب العاشقة وعلى أصحاب تلك الخطوات الواثقة خير ما نبتدئ به مهرجاننا هذا آيات من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ سجاد الشغانبي استقبلوا بالصلاة على محمد وآل محمد السلام ورحمة الله وبركاته جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولا
لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم جزاك الله خيرا وعطر الله أنفاسك. اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع. هذا اليوم المبارك هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين، اليوم الذي رفع النبي فيه يد الإمام علي عليه السلام وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أحبة الحضور، حفلنا الكريم لا بد من أن يتعطر مجلسنا هذا بكلمة خاصة تمثل نقاء وصفاء ملقيها، والذي لطالما حضر لظمأ مسامعنا ليسقيها، نذر نفسه لمحافل ومجالس أهل البيت لسانا ناطق وبموالاتهم قلبا مخلصا وصادقا. نشأنا وترعرعنا في هذه المنطقة ونحن نسمع صدى صوته الحسيني الشجي وبكاءه الفطري، ولمحافل أهل البيت سعادته المهيطة. كلمة هذا الحفل المبارك للمخلص سماحة الشيخ زيار الفردوسي، استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في البداية السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نهنئ ونبارك للأمة الإسلامية جمعاء ولمراجع الدين العظام وقائد الأمة الإسلامية في عصرنا الإمام الحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. سعدنا بإعادة هذا الحفل المبارك، أسأل الله أن يديم إن شاء الله هذا الحفل والقائمين عليه من أبنائنا وأخوتنا، إن شاء الله مأجورين جزاكم الله خير، تقيمون هذا الاحتفال. وأول من أمر بإقامته هم أئمة الهدى والمرجعية العليا. في واقعة غدير خوم تحتاج إلى مجموعة كبيرة من المحطات وإعادة المحافل لغرض أن نفهم من وحي علي صلوات الله وسلامه عليه، لكن نقتصر بملخص لماذا الله تبارك وتعالى أمر النبي بهذا الأمر. طبعا احنا وابناء العامة، ليس كل ابناء العامة يختلفون معنا، ولكن البعض قد يختلف معنا في مفهوم هذه الآية. وقالوا ان النبي نسي شيء ما بلغ او ما امر به، وبالتالي الله تبارك وتعالى
يذكر النبي. وفي الملاحظات يكتبون يقولون لعل النبي مثلا نسي الغيبة أو النميمة أو البهتان أو إلى آخره. وهذا إذا أردنا أن ندقق في المعنى الحقيقي، أنا رجل مسلم ودارس اللغة العربية والأحكام، بيانات القرآن، ظاهر القرآن، الحجج الموجودة، أريد أفهم هل هذا يدخل العقل؟ لا، الذي يدخل العقل هناك قرينة توضح لنا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا هو آية التبليغ. ثم تبدأ في اسم آخر آية التهديد: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لأن النبي في الحوار يقول: أنا أخشى، لأن القضية فيها تردد، أخشى أن أصرح للأمة الإسلامية بأن بعد النبوة إمامة أو بعد النبي إمام اسمه علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه. الجواب شنو كان؟ الله يعصمك من الناس. انت بلغ، ما لك شغل، الله هو اللي يحفظك. ان الله لا يهدي القوم الكافرين. الله تبارك وتعالى الكافر الان احنا عندنا الكافر لو تقرأ عليه القرآن ليلا ونهارا ويبقى كافر. الهداية شنو كانت؟ الهداية القلبية. الله تبارك وتعالى يهدي الإنسان، وإذا ما القلب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى علما للمتقين، مو كل واحد يهدي. المهم أريد أصل إلى الجواب، نرجع إلى الجواب ونقول: لماذا الله أمر النبي؟ النبي قبل واقعة قدير خوم كان يبلغ بالرسالة، يبلغ بالإمامة، يذكر الإمام علي. نعم، يذكر الإمام علي في مسألة خاصة، لكن لم يصرح في هذه الأبعاد على الدائرة الواسعة ويقول: أيها الناس، في يوم شديد الحرارة الناس تعبانة من الحج، وفي هذا المكان في غدير خم، وطلب منهم أن يرتفع، يعني يرتفع على رؤوس الناس ويقول: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أنت أخ كريم، شنو اللي تريد تمرنا احنا ننفذ؟ فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هنا اختلفوا في التاريخ الإسلامي. ابن عباس يوضح، وفي البخاري وكثر من يعني التاريخ الإسلامي يقولون أن النبي كان يلزم الإمام من يده اليمنى ويرفع يده ويقول: انظروا إلى الإمام بعدي حتى بان بياضي أفقيهما. هاي علامة مهمة، بان بياضي أفقيهما. فإذا نرجع بعدنا لحد الآن، الجواب هو هذا الأمر اللي ينفذ أو يأمر فيه النبي ويقول للأمة. شنو كان أمر؟ هم يقولون أبناء العامة برنامج من النبي، كان في الحوار وياهم احنا، قالوا النبي اتخذ برنامج من تلقاء نفسه. شوف ايش قد يدخل نفسه في مطبات. احنا شعدنا احنا كمسلمين شنو نقول؟ النبي: وما ينطق شني عن الهوى، ومو كيف ان هو وحي شني يوحى، ما ينطق بكيف، لازم شني يبلغ النبي من قبل الله تعالى، وان كان برنامج. لكن مع هذا لا، النبي تلقى امر من الله تبارك وتعالى، انتهت شني دور النبوة
وجاء دور الإمامة أن تنصب بعدك إمام يحفظ مسار الدولة الإسلامية التي بناها وشيدها الحبيب المصطفى محمد صلوات الله عليه. اسمع وياي وأحفظ هذه العلامة المهمة. إيش قال؟ قال علي بورقة وقلم وشلو لا؟ إيش قال لعمر بن الخطاب؟ قال حسبنا كتاب الله. أم الآن لحد الآن ما تعرف دور الإمامة ومنزل الإمام ومنزل الإمام أمير المؤمنين حتى في الحروب. لبنى الدولة الإسلامية رسول الله يقول ما استقامت هذه الدولة ولا بني الإسلام إلا بسيف علي صلوات الله عليه. من الشاعر حيدر محمد التميمي إلى أولى القراءات في هذا المحفل المبارك، ذلك الشاعر الذي أراد أن يخرج ما في قلبه لعلي من حب، فقالوا له الرابع فقال الله يحب علي بس غيرك أسباب، لأن يدري الخلافة هو سيفه، من مات النبي قال لا لأبو حسين أنت البعد لا تهمك سقيفة، ثقيل وما نكلفك بس على الثقال، وميزناك عروس الخفيفة منو صاير خليفة، نعوف الإسلام إذا غيرك على صاير خليفة. من هو إليه المبدع والقريب الشاعر والدكتور سيد حسين الموسوي، استقبلوا بالصلاة على محمد وآل محمد. يا جرار يا جرار يا جرار، يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الحضور كل حسب مقامه ومستواه، السادة الشيوخ بعيدا عن المسميات وذكر المناصب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الأبيات أول مرة تقرأ إكراما لأهالي المجر أو صدر المجر الكبير. سؤال من وحي الخيال يقول: ماذا لو لم يكن علي بن أبي طالب سلام الله عليه موجود في حياتي شخصيا، على تخيل حياتي بدونك شلون، أواجه هاي الأقدار الثقيلة، على تخيل حياتي بدونك شلون، أواجه هاي الهموم الثقيلة، ومجرد جاي أفكر مختنك حيل وأحس إن فكرة صعبة ومستحيلة، على تخيل حياتي بدونك شلون، أواجه هاي الأقدار الثقيلة، ومجرد جاي أفكر مختنك حيل وأحس إن فكرة صعبة ومستحيلة، إذا هو يلا جبت وأنفض الروح غيرك يا هو يسوم شيش تكيلة، لطول السنة يا أبو حسين والله أنا مبصر صورك ليلة ليلة، على تخيل حياتي بدونك شلون، أواجه هاي الأقدار الثقيلة، ومجرد جاي أفكر مختنك حيل وأحس الفكرة صعبة ومستحيلة، إذا مو يمك أبكي وأنفض الروح غيرك يا أبو يسوى مشاش تكيلة، على طول السنة يا أبو حسين والله أنا مبصر صورك ليلة ليلة، وعشقناك يا علي حتى قاموا أعداءك وفسروا عشقنا لك بالجريمة، عشقناك يا علي حتى لأننا نعلم أن الله يعشقك قبل ما أول يحب علي، بس غيرك أسباب لأن يدري الخلافة هو سيفه، من مات النبي قال لا أبو حسين أنت البعد لا تهمك سقيفة، ليش ثقيل وما نكلفك بس بالرجال، وميزناك عروس الخفيفة من صاير خليفة، نعوف الإسلام إذا غيرك علي حطه خليفة، من صاير خليفة نعوف الإسلام إذا غيرك، والما يحبك يا علي بطل الصلاة، الما يحبك يا علي بطل الصلاة، اثنين هي الواجب بنفس المستوى، أنا حب حبك المحج هو، وسالفوا لي العاف أبو حسين شحوة، كل فقير بعهدك وعيشت شيخ، كم تطعم بيهم وحصنك نوى،
الجنة من تتبخر الله يكنها آخر نصيحة اللي تعلي شر مجدوع. الجنة من تتبخر الله يكنها وعلي. وليش انت ربك خالقك هيج؟ ليش انت غضبت؟ شنو هي الأسباب؟ من تراب ربك خالق الكون بس انت ذهب مو من التراب وعلى عصار بالزهر انهضم حيل لان يضرب ضلع هالسما غاب يم الباب ما يقرب علو ليش خاف يشوف ضلع الزهر بالباب تنوع للمراجل والله كفاه مهلا يا علي وصل الكتاب بيهم بخت الله كان موجود بيهم البيت يصير صدام بيهم بخت الله كان موجود بيهم البيت يصير يا العايف علي كان خيبر شلون يا هد خليها وقلقل الباب واذا ما صدقت بها العناوين بالخندق لها السبع اللي ترقاب يا العايف علي كان خيبر شلون يا هد خليها وقلقل الباب واذا ما صدقت بها العناوين بالخندق لها السبع اللي ترقاب استذكارا لشهدائنا وتضحياتنا في مدينة الموصل فيجب على كل عراقي شريف أن يقف على أعتابها ويقول الموصل اختوب أيضا بيها الغريب ورجعت تغازل بهلها وتبتسم وطالة كل رواح لحق الحجاب يبقى تاج براسها وما يلزم قاموا لها دورة علي الخابر وكيد والقعادة كرروا نفس الفيلم شنو الاختلاف هناك قلعة شاهد نينا وعن ما أقول الحيط إذا طاب كل وسط الفيلم بكسر ما ماتوا بداعش والقبوي ما نميز يا جنايز الفيلم ودعنا للشبان عافوا كالعروس ركضوا على الموت ركضت مستهم نسوانهم عاشت فقط عن أمنيات وتخلبصت كم قذلة وخربت كم حلم واحنا صح نموت لكن علي يصير النظرة ونفوت مترهين باكر من نطب للآخرة وحسين يوقف على الجنة يصيح دخلوا بالسرة خدام حسين يدخلهم وبنص الجنة يقعدهم يصيح العباس استقبلهم والزهرة وياه هناك هناك الأخير شاركوني والزهرة هناك تلاقينا والزهرة هناك والزهرة هناك تلاقينا خير الأعمال وأكثر ثوابا الصلاة على محمد وآل محمد وإمامي وقائد عليه وغديرك عالشوارب عطلة رسمية علي شيخ وإمام وقائد عليه وغديرك عالشوارب عطلة رسمية الما يرضى بعلي خلي يستمع لي الما يرضى بعلي خلي يستمع لي بالحائط خلي يطق روحه والآن إلى سماء الأصوات الحسينية سلام أنا وأنتم والمبدع الحبيب الرادود على البيضاني استقبلوا بالصلاة على محمد وآل محمد يا الله الحفل البهيج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متباركين إن شاء الله رزقنا الله وإياكم الثبات على ولاية أمير المؤمنين اللهم اشهد أمام هذا الجمع المبارك إني بايعت سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب موفقين إن شاء الله جزاكم الله خير الجزاء بداية بلغ يا محمد بلغ يا محمد ذهم تبليغ من الناس عصمك والحكي المختل بلوه
اصبر 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 اوحى الله لمحمد قوم اصبر 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 اوحى الله لمحمد قوم اوحى 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 الله لمحمد قوم نصبا فلا خسارة وبهاليوم عم ثلاثة 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 صاروا بهاليوم نصبا نصبا حق لفلان اصلا باقي نصبي حق لفلان فلان فلان اصلا باقي نصبي وحتى النصب فرضيج المسيح كفاه كفاه النبي كف الردان الحجي كفاه النبي كف الردان الحجي كفاه كفاه وعلى حلقه اللي يكره علي على 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 حلقه اللي يكره علي كفاه وقف يوم الغدير وشال عم وقف يوم الغدير وشال كفاه كفاه واس براس طق الناس بيا صلوات فدوا روحكم شيل ايدك شيل ايدك فدوا روح لك الشباب عم هذا عيد الله تشبي اريدك تساعدني اليوم تبين الغيره علي بن ابي طالب شن قل له شن قل له علي علي اميري انا غديري علي علي اميري علي علي اميري انا حلوة حلوة علي علي أميري علي علي أميري بعد علي علي أميري الله نالله تنصيب الأمير نالله تنصيب الأمير علي الأول مو الأخير نالله تنصيب الأمير علي الأول مو الأخير فرح يا عيد الغدير فرح يا عيد القدير بهاي قرر هالمصير بهاي قرر على علم نالله تنصيب الأمير نالله تنصيب الأمير علي أول مو أخير علي أول مو أخير فرح يا عيد الغدير فرح يا عيد الغدير بهاي قرر هالمصير بدوك قرر الله ونزله قرر الله ونزله نزل جبرائيل له قرر الله ونزله نزل جبرائيل له والخلافة تذوق له والخلافة تذوق له بيها صاحت يا علي يلا علي علي أميري على أنا علي علي ايدك علي علي
يلحمه طه قال وكلمه طه قال وكلمه كلها تبصم بالدمع ها كلها تبصم بالدمع ريعي رب سمع عيد حماي الحمى طه قال وكلمه طه قال وكلمه كلها تبصم بالدمع ايل ما يحبك مو شريك ما يحبك مو شريك مولده لا مو نظيف ما يحبك مو شريك مولده لا مو نظيف فرحة دلال المضي فرحة دلال المضي يا ربيع بالاخرين قله علي علي اميري انا على غديري علي علي اميري ايدك لي فوق علي 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 اميري انا غدير علي 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 اميري انا غدير علي 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 علو محتار شكت بيك حيل السالفة حيوم علي علو محتار شكت بيك حيل السالفة حيوم يا الجبريل قدامك يطلع كلش صغير الناس تسير على الناس اي الناس تسير على الناس وانت لربك تسير حيوم فوت حيوم وفاتح لك باب فاتح لك باب يا ربك فاتح لك باب ربك فاتح لك باب يا ربك ربك فاتح لك باب يا ربك ها فاتح لك باب يا ربك شبابنا اللي على الجانب اللي هنا فدوا روحك انزلنا انزل قدامي ايه فدوا روحك هلا 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 فاتح لك باب يا ربك ربك فاتح لك باب يا ربك فاتح لك باب يا ربك ها فاتح لك باب يا ربك فاتح لك باب يا ربك الناس اصناف يا حيدر لكن انت صنفك غير يمسوي للفقر جيوب وتعرز حصرك كل خير خير الواد مشويون خير الواد مشويون وانت يفيض بيك الخير حيوم اخوتي عوذ لبينا حيوم لبينا المرحب حيدر لبينا المرحب حيدر لبينا المرحب حيدر لبينا المرحب حيدر
ختامة عن هذا الختام، بس اريدك تعطي حقه ورانا الوليد والواليد ان شاء الله كلهم بركة. حيهم حيهم وحط مرحب على الباب. هذا واحد شاعر يقول يسولف، قال له ايش عنده على ابن ابي طالب؟ ذاك سني قال له ايش عنده على ابن ابي طالب؟ هذا شيء عنده محار. شرد علي ايش قال له؟ قال له حط مرحب على الباب وشال حط مرحب على الباب. وسع ميدانك منتظر الرادود، وسع ميدانك. والآن مسك الختام وانتقال إلى ذلك الصوت المميز، ولعل الله كان له إرادة بجعله مميزا هكذا، فتوفيقه الأخير ليس إلا ثمرة الحب والصدق والوفاء في خدمة أهل البيت عليهم السلام. يتفق جميع من يعرفه إنه يمتلك قلبا أخضرا صافيا ونقي، إلا أن صوته وصل مسامع الكل عندما قال أدفى الضريح نادم ومحمل ذنوب، وقلبي حطب وأقل رجع خضار، ويمسح ورقت بيدي ويمسح ورقت بيده ويطهر القلوب، تشيل العلج والحضرة وهي المنارة. إنه الحبيب والمبدع والمخلص الرادود حسن المالكي، استقبلوا بالصلاة على محمد وآل محمد. حياك الله ملك، أهلا وسهلا، شلون؟ لا تعرف شلون، ما يحتاج وصف. أخذت الفيديو وراح أحط بالك عينك علي. بس خلنا نقرأ لكم هذا البيت ونبغى صفقة. يلا صلوا على محمد وآل محمد. خلوا بالك من فتوى رحلة بارك الله بك، اسمع آيات التهاني والتبركات إلى مقام سيد ومولاي صاحب العصر والزمان. وهذه المناسبة الميمونة سألنا الله عز وجل أن يجعلنا من أنصار سيد ومولاي صاحب الزمان ببركة ابن أبو طالب. ابن أبو طالب كفوها وبين زل وقل هو ابن أبو طالب كفوها هو، وكلمة التوحيد رفت فوق متنا ويا اللوان، ويشهد التاريخ حيدر شفى ما يوم النوح عمها، وبس حيدر ما مل وذراعه بس حيدر. صاح القيادة تريد ألها وهاك شاهد واسمع القيادة تريد ألها وهاك شاهد واسمع على رابع واللي قبله بلا خير ومنفعة أخوتها أعمها لباقة وبطق لبادة لباقة وبطق. بس حيدة والبار وشالة بس حيدة هوس بس حيدة والبار وشالة بس حيدة.
حيهم 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 في دوار أهلك. الما يقبل حجر شيخ طيحة قاله، ما يقبل حيقبل حجر شيخ طيحة قاله، حيقبل حجر شيخ طيحة قاله، حيقبل حجر شيخ طيحة قاله، حجتك شيخ يا طير الحر، جتك شيخ تعبت في ساحل حيدر الكرار، يلا ابويا جتك شيخ يا طير الحر، حيهم حيهم يستاهل طقمة وبعيدة يستاهل، ساهل طقمة وبعيدة يستاهل، حافظنا برمون ومشتر كعف كعف في دورة ما حافظين بعد. يا علمنا الصبوان من العنايون، اللي يحكيش يا شوبيش ما نمشوا، اللي يريدك فاز بالجنة تراي، يا علي وين ما يريدك ام ذا اخوتها، ما بدلنا الحق حذر ما بدلنا، حق حدا